كافي تياترو هو واحد المشروع كان حلم ديال الاخ والصديق جواد الخوضي، وحلم كان كيبان صعب وبعيد المنال، ولكن مع الاراده والعزيمه ديالو والمعاونه ديال بزاف ديال الاصدقاء كان تحقق هذا الحلم. والان كنشوفوا كافي تياترو بهذه الحله الجميله والديكور الرائع اللي من الابداع ديالو 100% جواد الخوضي، مع بعض الملاحظات بسيطه ديالنا اللي كان ما كياخذهاش في الغالب، يعني كان يقول لك سير تلقاه وتكو ديرها. فكانت هذه الخلاص اللازمه كانت ديما معنا في التهيئ ديال الكافي، ولكن الحلم اصبح حقيقه وصبحت كافي تياترو هي كاينه وكيجيو الناس وكيديروا لي سبيكتاكل ديالهم والحمد لله. كنظن ان الجائحه ديال كورونا كانت من بين الاسباب الاولى اللي دفعت جواد يفكر انه يدير واحد الكافي تياترو، لان ملي كتكون مبدع وكتعيش وكتنفس من الفن فكتولي كتفكر يكون عندك واحد الفضاء اللي تتعرض فيه داك الابداع ديالك او الفن ديالك. ففجت الجائحه وتسدوا لي تياتر، عشنا واحد الازمه احنا كفنانين، لاننا كنعيشوا بالتياتر كنتنفسوا بالتياتر. فزعما صراحه الاغلب فينا دخل في كئاب، اغلب فينا دخل في واحد لحظه شك، يعني كنا بحال ضايعين، بحال ضعنا في كورونا. ولكن جات الفكره اننا يكون عندنا واحد الفضاء ديالنا اللي نقدروا نديروا فيه الابداع ديالنا، نقدروا نعرضوا فيه الافلام ديالنا، نقدروا نعرضوا فيه المسرحيات ديالنا. ف كافي تياترو ما كرهتش ان يكونوا بزاف في المغرب، ما كرهتش ان دابا كاينين قلال، هذه الفكره بدات كتدور في المغرب وقليله، ولكن ما كرهتش انهم يكونوا بزاف، لان في اوروبا كنشوفوهم فيما مشيتي كاينه كل كارتي تقريبا كتلقى ان كافي تياترو، لان ماشي غير لي بروفيسيونيل، هي هاد الكافي تياترو كتكون حتى بالنسبه للهوات اللي كيبغي كيحب واحد الفن وكيبغي تيستي راسو وسط واحد المجموعه ديال الناس في واحد لانتيميتي. فكنظن ان كافي تياترو غتكون اضافه للحقل الفني والحقل الثقافي في المغرب، واضافه لجميع الفنانين، لان هذا فضاء مفتوح لجميع الفنانين اللي بغى يعرض عمل ديالو، اللي بغى عنده كيبغي غير الغناء وما عندوش بغى يتيستي راسو وسط واحد المجموعه ديال الناس، حنا فاتحين الباب لاي واحد يجي مرحبا به، نبرونشيو ليه لا سونو، نبرونشيو ليه لا غيتار ديالو ويغني عندنا، يا با دو بروبليم. فاحنا فاتحين هذا، اللي بغى يدير ندوه ثقافيه فكريه فاحنا الكافي تياترو بغيناها تمشي في هذا لو سونس. احنا في صدد الاشتغال على واحد العرض غادي يكون ما بين التاليف ديال الاخ جواد الخوضي، وغتكون معنا سكينه درابيل وحمد الشرقي. فان شاء الله هذاك السبيكتاكل يقدر يكون العرض الاول ديالو هنا لملا. اولا كنبغي نشكركم انكم جيتوا عندنا، وكنشكر جميع الناس اللي كيتابعوا المواقع الهادفه والجاده، وكنتمنى لكم التوفيق في المسيره ديالكم.